قبل ما اطلع الفاصل هاخد اخر حاجه. انا وريت لكم وهنتناقش مع ضيوفنا الفقره الجايه قصه المباراه وقعدت المباراه، مش هتعادل المباراه ولا اتحاسبت لبيراميدز. يعني المباراه ال 40 دقيقه الباقيين تقريبا هيتلعبوا، ولا ال 45 دقيقه هيتلعبوا لوحديهم في استاد برج العرب، استاد تاني خالص بظروف بقى ان الهاني سليمان ايه مطرود. بيراميدز قال لك مفيش حاجه اسمها اعاده المباراه وهروح للفيفا، مع ان النائب احمد دياب قال واللائحه بتقول لو ظرف قهري تتعاد المباراه. اللائحه اللي بتقول مش انا، لكن الرابطه طلعت قال لك قررت اداره المسابقات استئناف ما تبقى من زمن المباراه القانوني بنفس الظروف التي انتهت اليها المباراه في الدقيقه 49 يوم 3/2/7/24 الساعه 8 مساء على استاد الجيش برج العرب. انا نفسي في التليفون قالوا لي الماتش هيتعاد، مش هقول مين اصحاب القرار، والله هذا حدث. ايه اللي بيحصل في الكواليس انا ما اعرفش. هنناقش الموضوع ده اكتر باللايحه بالبنود بالتقرير اللي طلع قال ان ده حريق فاصبح ظرف قهري. لكن سموحه نادي غلبان، بيراميدز نادي اصبح هو الجبروت في الدوري المصري مع النادي الاهلي دلوقتي. وهوريكوا احساس الناس في بيراميدز ده. انا شفت مشهد لرئيس النادي التنفيذي ممدوح عيد وهو نازل يحيي الجمهور، وبيراميدز ليه جمهور. اول مره اعرف ان بيراميدز ليه جمهور، في 500 600 واحد بيروحوا معاه الماتشات. قالوا لي ده دول اهالي المواطنين، الاهالي اسف الناشئين او الشباب. وريني يا ابني وسمعني. بص بنحبك يا ممدوح. طبعا ده نقلا عن اصدقائنا وزملائنا في كل الكوره. بص ومعاه اتنين بودي جاردات، بودي جاردات مش الموضوع مش سهل. مستهدف طبعا. النجوميه برضه صعبه، حمل تقيل. عايز اسمع يا جماعه، عايز اسمع. رئيس النادي اهو اهو اهو، رئيس النادي اهو. رئيس النادي اهو. رئيس النادي اهو. رئيس النادي اهو. انا عمري ما شفت. هيقولوا له بقى الدوري يا بص بص يا جماعه بص، تواضع رهيب. دي ظاهرة. والله انا عمري ما شفت كابتن خطيب نازل ببودي جاردات، ولا كابتن حسين لبيب، ولا كابتن محمد مصير الحي، ولا كابتن كامل ابو علي. ما شفتش حد يعني الاداء الجماهيريه اللي بجد، يعني 500 600 حد من اولياء الامور. انما ماشي يعني انا اعتبره الجمهور اللي بيراميدز، وماله يعني. كل ما نتمنى يبقوا 60,000، نتمنى نبقى 600,000، نتمنى يبقى عندنا انديه جماهيريه، بس احنا بيراميدز مش نادي جماهيري. انما انا ده لدرجه ان هو رجع اللعيبه بعد ما خرجت من الملعب يحيي الجمهور. بصوا كده، لو احنا عندنا اللعيبه كمان بتحيي الجمهور، يعني رجعوا اللعيبه بعد ما نزلت بعد ماتش في ماتش سموحه لما الحكم الغى المباراه. اهو وريني كده، في صوت في ده ولا مفيش؟ اهم ابطال الدوري اهم. انما ماشي مفيش مشكله.